انا من الناس مش بقول ده لان انا مصري، بس هم المصريين دايما مذهلين. هل احنا بنعدي بظروف اقتصادية صعبة؟ اه بنعدي بظروف اقتصادية صعبة، العالم كله بيمر بظروف اقتصادية صعبة، احنا عندنا ظروف يمكن تكون اصعب حبتين نتيجة الاوضاع الاقليمية اللي بتجرى الى اخره. هل الناس المواطن العادي انا وانت بنمر بتاع؟ اه اكيد. فما بالك لما يبقى حد من اهالينا الطيبين على قد الحال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وزي ما يقول لك كده ايه، المعايش بقت صعبة، ضيق ذات اليد، تجد انه المصري فعلا امين. وبعدين عينيه ما بتتزغللش بالفلوس الحرام ابدا. هتيجي تقول لي اما لو كده، اما بس الفساد اللي بيحصل كام، قد ايه الناس، قد ايه من 110 مليون مواطن، هتجد كام واحد فاسد، يعني كم واحد فاسد النية او فاسد النفس او غير طاهر اليد. لكن الغالبية العظمى فعلا امانة حقيقية، قد يصفها البعض بالندرة، اما انا اصفها بانه يا مكتر الامانة عند المصريين. وده هتشوفه كتير، يعني هتلاقي مثلا عندنا 2 من اخواتنا اصدقائنا مسعفين، راحوا بعربية الاسعاف علشان حادث ما الى اخره، ولقوا في وسط الدنيا دي ذهب ثمنه تقريبا حوالي 250,000 جنيه في ظل كل الظروف الصعبة. طبعا رجعوه بس كده، ورفضوا ان هم ياخدوا اي مكافأة تاني. طبعا رجعوه بس كده، بقول لك رفضوا ياخدوا المكافأة. معانا على التليفون دكتور هاني فؤاد مدير هيئة الاسعاف بسوهاج. اهلا بيك يا دكتور هاني. اهلا يوسف بيه، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا فندم. ازي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم، الحمد لله. يا بختك بالناس اللي حواليك يا دكتور هاني. الحمد لله، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله. احكي لنا الظروف والتفاصيل يا فندم بعد اذنك. يعني هو يوم الجمعه الساعه الماضيه او امبارح على الساعه 6 مساء كده، جالنا بلاغ حد ملاكي أمام قرية الشيخ زين الدين طريق أسيوط سوهاج. عظيم. على الفور، يعني هو لحسن الحظ إن الطريق السريع في وحدة مغطية لي بقرب الحادث إسعاف شطورة. البلاغ كان جاي إن في أكتر من مصاب في السيارة الملاكي دي، وحصل انقلاب ونزلت في الزرع جنب الطريق. وجهنا عربية ودعمنا بالتانية على طول. وصلت أول عربية في زمن حوالي من 5 لـ6 دقائق. كويس. وجد مصابة، هي كانت حالتها خطيرة شوية، ومعاها 2 ذكور. نقلنا المصابة الأول حالتها خطيرة، والاثنين المصابين التانيين بعديها على طول فورا، وكانت معاها الأمانات اللي تم تسليمها. والناس يعني كان في جزء هي معاها، وكان في جزء في مكان الحادث اتاخد معاها طبعا، لان دي اماناتها ما ينفعش نسيبها كده، هتبقى عرضه للسرقه يعني. ايوه. كلمني الاستاذ عصام علي محمد ده المسعف، والاستاذ احمد محمد ممدوح ده السائق. طبعا بوجه لهم الشكر والتحيه على الملأ، يعني هم وكل زمايلهم في محافظه سوهاج الخاصه وفي كل هيئه الاسعاف المصريه. ده الطبيعي عندنا، ودي أمانة الناس، وفي قسم الإسعاف دايما وأن أحافظ على سلامة المرضى والمصابين وأماناتهم دون التفريق ما بين عرق أو لون أو جنس. الله، حلو القسم ده جدا جدا. احنا على طول في الدورات التدريبية بنبدأ أول حاجة، احنا بنعمل دورات تدريبية ومهتمين بالتدريب في هيئة الإسعاف أسبوعيا دورتين. قبل ما بنبدأ أي حاجة كلنا بنتلو هذا القسم، ودايما محافظين عليه الحمد لله في النقل الامن للمصاب وفي الحفاظ على امانته. عظيم. فكلموا حضرتك؟ كلموني على الفور، ارسلت ليهم مشرف القطاع الاستاذ علي شحاته. تم عمل محضر لتسليم الامانات وجردها، وانتظرنا حوالي ساعه ونص لحد ما حضرت اخت المصابه وتسلمت الامانات بتاعتها. عظيم جدا. اللي انا فهمته انه كمان اتعرض عليهم مكافاه. هما دايما الرجاله بيقولوا ان ده شغلنا وده واجبنا، واحنا مش بناخد مكافاه من اهالي. لكن دايما السيد رئيس الهيئه في الحوادث اللي زي كده اللي بيكون فيها امانات بيتعمل لهم تكريم وبيتعمل لهم مكافاه ماليه،
والفرع نفسه بيعمل لهم شهادات التقدير وبنصورهم وطبعا بنحتفل بيهم. وانا شكرتهم على طبعًا فيسبوك بعد استئذان السيد رئيس الهيئه، وهم الصراحه يعني رجاله وقد اي مسؤوليه تطلب منهم. واحنا كان عندنا من حوالي السنه اللي فاتت كنا سلمنا امانات ب2 مليون جنيه على الطريق الزراعي او الطريق الصحراوي امام مركز جهينه، الاثنين متوفين في سياره ملاكي برضو. كنت انا مع الطقم ده السنه اللي فاتت. ده شيء عظيم جدا طبعا. خليني قبل ما يعني اختتم هذه المكالمه، عايزين نطمن على المصابين يا دكتور هاني. هو اللي كانت سايقه للاسف يعني دخلت في غيبوبه واشتغلوا عليها CPR داخل المستشفى، للاسف توفت بعد حوالي ساعتين. الله يرحمها. اللي هي صاحبه المقتنيات الذهبيه. الله يرحمها يا رب. والاثنين اللي كانوا معاها ولاد اختها الحمد لله اتعمل لهم الاشعه واتعمل لهم الاسعافات الاوليه اللازمه وخرجوا بالسلامه. ربنا يديهم الصحه. اشكرك جدا يا دكتور هاني، كل الشكر دكتور هاني فؤاد مدير هيئه الاسعاف بسوهاج.